جدا جدا قبل ما يكون عندي برنامج وقبل ما يكون عندي مقدم للبرنامج ده، لابد انها تراعى من البدايه عشان يكون عندي محتوى محترم يتقدم للناس. طيب، هل من الممكن او ده اللي احنا بنشوفه، هل يطغى انتماء بعض مقدمي البرامج اللي من المفترض ان هم في قنوات محايده على رايهم وادائهم يا استاذ جمال؟ شوف يا كابتن اسلام، اولا باكد طبعا على نقطه المعايير اللي يجب، اللي قالها كابتن اشرف، يجب ان تكون موجوده في اي حد يمسك ميكروفون. الميكروفون ده على فكره من اخطر ما يكون. صحيح. معلش يعني، عارف في مثل يقول لك الهبله مسكوها طبله. انا بتكلم بوش كده، الميكروفون طالع مني على الناس على طول، انا بخاطب الجماهير. صحيح. وبخاطب الناس في البيوت، فلما اطلع اقول هذا الكلام بهذه الانسيابيه، يعني انا في احد الاشخاص برضو مش عايز اذكر اسمه، سئل وهو كان ضيف في احد البرامج، انت ما بتحبش الاهلي؟ فقال له لا انا بكره الاهلي. ايوه، لما احنا جبناها في الاول. أيوة. لا بيقول لك انا بكرهه. يا عم ده الراجل المذيع بيلطف لك الامور ان انت ما بتحبش الاهلي، ماشي انت حر في انتمائك. قالوا لا 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 انا بكرهه. يعني عارف فيها حظ على الكراهيه بشكل غريب. ايه الفكره في ان انت تقول حاجه زي دي؟ انت بتوصل ايه للجيل او بالزبط. للناس الشباب الصغار اللي بيتفرج عليه بالظبط كده. وبعدين إيه في موضه جديده طلعت الايام دي اللي هي المجاهره بالكراهيه. يعني مثلا يجي الاهلي بيلعب، الاهلي انا عايزه يخسر. يا جماعه عمرها ما كانت بتحصل، حتى لو كان في بعض الناس عندهم هذه الامنيه بينهم وبين بعض ما بيقولهاش. انا من يوم اذا بوليتم فاستتروا. انا امبارح يعني واحد مش عايز قلت يا جماعه نستنى ليوم الجمعه بعد، يعني ما تقولش ان انا بكره الاهلي ولا ان انا بحبش الاهلي ولا انا عايز الاهلي يتغلب. اسكت لغايه يوم الجمعه، وبعد يوم الجمعه اقول اللي انت عايزه. لا، وحتى بعد يوم الجمعه خليها في قلبك وريح، ما تتعبش الناس معاك يعني. لكن برضه الكابتن شريف اثار نقطه، اشار الى الناس القدام. اصل الاعلام الرياضي مر بمراحل كتيرة. صحيح. المرحلة الأولى المرحلة المنضبطة اللي كان كل واحد فينا بيتعلم وبيلتزم غصب عنه عشان يشتغل. يعني أنا بدأت في الأخبار ومجلة الأهلي مع بعض، أقسم بالله الأستاذ عبد المجيد نعمان يا أستاذ محمود كان هو رئيس تحرير المجلة وفي نفس الوقت المشرف على الرياضة في أخبار، ومع ذلك كان كلامه معانا انتوا هنا الاخبار مالكش دعوه، انت انتمائك خليه مع نفسك، خليه لما تيجي تكتب اكتب زي ما انت عايز في الاهلي في المجله او في الوسيله الاعلاميه المعبره عن النادي الاهلي. جمال اقول لك على حاجه. فضل. انا كان ليا الحظ وعشت مرحله وقت كابتن صالح سليم وكان بيقعد مع الاستاذ عبد المجيد عمري ما شفته بيتكلموا في اي نقاط تخص النادي الاهلي او تخص بالظبط كده او راجل موجود في النادي الاهلي في مجله النادي الاهلي في كل حاجه. عمري ما شفت اي نقاش كنت انا يعني بحضر بيتكلموا في اي حاجه تانية خالص. بالظبط. ليه؟ لان في مسؤوليه، في مسؤوليه مجتمعيه اللي هيشذ عن الموضوع مسؤولية مجتمعية. ما كانش هيقعد مع صالح سليم تاني او اللي هيشذ مع ما كانش هيقعد مع حسن حلمي تاني. اللي الحكايه دي كانت معروفه. طيب يعني والشيء بالشيء يذكر، في روابط كمان بتمسك الحكايه طبعا. مش الشيء بالشيء يذكر بقى يا كابتن شريف يا كابتن اسلام، انه كابتن احمد مكاوي انا اتعاملت معاه وهذا هو هداف النادي الاهلي القديم. يمكن الجيل الحالي او الاجيال الاخيره مش عارفاه، انما ده كان في وقته سوبرمان في النادي الاهلي. صحيح. كان هداف واول لاعب تقريبا احرز هدف للاهلي في الدوري. يعني بقى ما فيش اقدم من كده، بقى ما فيش اهلي اكتر من كده. ومع ذلك لما كان بيكتب في الاخبار انا اشهد على انه حتى الزملكاويه كانوا بيحبوا يقروا له، واخد بالك؟ هي دي المرحله اللي انا بتكلم عليها، مرحله انه يبقى انت عندك مسؤوليه. وكان مكاوي على فكره دايما يحكي لنا كابتن اسلام انه دايما يقعد مع اصحابه بعد ماتش الاهلي والزمالك، يروحوا يقعدوا في نادي الزمالك ويسهروا ويقضوا سهرتهم في نادي الزمالك. طيب. ويلعبوا طاوله بس. تمام. استاذ محمود، هل الرساله الاعلاميه المهنيه بتتراجع امام شهوه الترند؟ طبعا لا تسقط.
وتسقط وتنهار وما زالت وستظل مش هتبقى موجوده الفتره اللي جايه برضه؟ اه طبعا. ليه بقى؟ طب خلاص يا جماعه احنا هنقفل الحلقه ونمشي عشان يلا بينا يلا بينا يلا بينا عاوز حقيقه ولا عاوز يلا.